السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في القناة ديالنا. نرجو من الله تكونوا بخير وعلى خير، ديما عاشقين وديما فرحانين، والله يدخل علينا الشعب بالصحة والسلامة وبالنجاح وبالفرح، والله يحفظكم وينجيكم إن شاء الله. غادي نشارك معكم واحد الوصفة، القور الطاجين بالقور. تحتاجوا المقادير، تحتاجوا واحد الشرنج ديال القور، واحد البطاطا حلوة، جوج مطيشات، فلفلة حارة، الحامض، البصلة، الفلفلة ملونة وصفراء وحمراء وخضراء. كنحتاجو العطرية، الزعفران، الكركم، الزعفران شعرة، الملحة، سكينجبير، زبر يابس، الفلفل الأحمر، الحامض المصير، الثوم، كمون، وزبرة معدنوس، البزار، وزيت الزيتون. خليكم معايا الطريقة. زيت الزيتون، زيت الزيتون، في رمضان تحتاج الطاجين إن شاء الله. ربينا عليكم بالصحة والسلامة. مسكين جبير وقزبر، الكركم، الفلفل الأحمر، الكمون، الكمون راه زوين مزيان، الثوم، الثوم رقيق غادي نتشكل هدا، الملحة على حسب الذوق، إذا يدير الملح كيما يحلى ليه. الزعفران شعرة مزيان، غادي تنبغي تعطي واحد الصبغ زوين، تعطي واحد النكهة زوينة، تعطي تنبغي مزيان. هذا الخلط كان هو زعفران شعرة، قزبر ومعدنوس. أنا درت قزبر ومعدنوس مزيان، دابا وقته دابا زوين مزيان صحي. طريقة الحامضة مش الحامضة مرقدة، الحامض مسير، عندي البزار أنا عندي فيها القرعة، فيها الحب بزار ملون، ها انتم تشوفوا فيها الحمر، فيها الزكر، فيها الخضر، هو ملون فيه. نديرو الشرمولة السمك ديالنا، نشربو نخليه بواحد ربع ساعة ولا تيشرب الشرمولة ديالو كاملة. البنات، دوك البنات اللي خدامات والسيدات اللي خدامات، تقدر ملي تجي دير الطويجين ديالها منو سحور منو عشا، يجيها زوين وصحي ولذيذ، لذيذ زوين زوين بزاف وسهل. حنا دابا تنديرو على السهل، سهل قدري تحطيه على الفاخر، كان عندك البارك ولكن ما تحطيش في الدار، الدار صعيب الحال، ما ديريش الفاخر معك في الدار، هذا صعيب. انا نسطحو بطاطا فوق هاد العبيدة، نزبرو معدنوس باش يلبسو لينا شوية الطاجين. Gracias.
ما نديروش الماء، غادي يخرج الماء ديال الطيشة ديال الفلفلة ديال الحامض ديال الخشب، غادي يكون عندنا شوية يكون عندنا الماء بزاف، هذا ما يحتاجش نديرو فيه الماء، ديرو ليه العافية مهيلة، العافية مهيلة غادي يخرج الماء ديالو، حتى هو يخرج منو الماء. الفلفلة ديالنا أنا ما درتش الفلفله في الاول على الدراري الوليدات باش ما يبغيو ياكلوا ولا شي حاجه الوليدات يحرقهم يحرقهم فمهم مسكينين. ان شاء الله تبقى لينا الى نسدو على الطاجين ديالنا ونصبوه ان شاء الله بالصحة والراحة. كيما شفتو ها هو يا زوين ولذيذ، غير تقاديه بحال هكا ساهل اهل، ما يتكلفش الوقت بزاف، تسديه بحال هكا وتحطيه العافية مهيلة باش ما يتحرقش ليك، العافية مهيلة شوية بشوية تيك 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 تيك، ايوا خليكم معايا غادي نصبوه ان شاء الله بسم الله. وانتم ديرو فيه زويتينات، انا ما وجدتش عندي الزيتون، خاصو شويه الزيتون ولكن انا ما وجدتش عندي، عندنا نديرو سهل وبسيط، عندنا نديرو دابا العافيه مهيله مزيانه شويه سته صافي يبقى يطيب على خاطر بالصحه والراحه. خليكم معايا الطاجين ديالنا ها هو جاهز كيما شفتو، راه زوين ولذيذ وزوين وجاي رمضان ان شاء الله، جاي رمضان نتغدو نتعشاو نتعشاو بيه ونسحرو بيه، ما عندنا مشكل، زوين ولذيذ واقتصادي وسهل سهل سهل ماهر، وجاي رمضان إن شاء الله الله يدخل علينا بالصحة والسلامة، الله يدخل علينا عليكم بالصحة والسلامة، والنجاح الوليدات، النجاح الوليدات والبنيات، البنيات والوليدات، وكلكم تكونوا بخير إن شاء الله، والله يعطيهم النجاح والله يفرحهم. والله يعطيهم انا وين في خواطرهم، والله يسهل عليكم، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة، وطيح لينا الشتا إن شاء الله، الله يرحم فينا، الله يرحم فينا، الله ينزل الرحمة من عند الله، الله ينزل الرحمة وينزل العفو من عند سيدي ربي، الله يحفظكم ويسهل عليكم، والله يبارك فيكم وفي وليداتكم، وإن شاء الله واللي توحم تسمح ليا، اللي توحم إن شاء الله تسمح ليا، راه زوين ولذيذ لا تشوفي ولا ديري يدك ولا شي حاجة، ما ديريش يدك على وجهك ولا شي حاجة، ونقول لك واحد الفائدة، اللي صارت هاد المشكلة ديال الحكام ديال اللحم، ملي يزيد ولدها تشدو وتلحسو، فهمتو؟ كانوا كري جداوات ما تيديروها، والعلم لله، قال لك تيلحسوها وتطير بإذن الله، بإذن الله، بإذن حد، تطير ولكن تشوفيها هي عطيو القابلة ديالك، ودرقيه ما يشوفوش الناس. اللي طاحت في هاد المشكله ولهلا طيحكم في شي مشكله ان شاء الله، ما غادي معايا كاع طاحوا في المشاكل، الله يحفظكم المشاكل، الله يحفظنا ويحفظكم المشاكل، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، رمضان مبارك، رمضان مبارك ان شاء الله، لا تدخلوا علينا بالصحه والسلامه ولا صوموا لينا بالكمال،
والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، والله يديكم في الجوار وبكم في النجاح، والله يعطيكم ما باش تكونوا مع رمضان وتصوموا شوال ان شاء الله بالصحه والسلامه. الله يحفظكم، باي باي، السلام عليكم، الله يعاونكم، الله يعاونكم.